وكل الدنيا عليك بتضلم. آخر مشهد في الحدوتة وكل الدنيا عليك بتضلم. إيه يا معلم؟ نص صحابك مش على الباب ولا حدش زارك وأنت وحيد. نفس اللي أنت ضحكت معاهم مش هيلاحظوا إن أنت بعيد. هما يا دوبك أهلك بره وواد غلبان شيلته جميلة، وجوه الأوضة عجوز دكتور بيلاحظ نبضك لما يزيد. جاي تصدق معنى الدنيا في آخر ساعة؟ بعت حاجات شرياك ودفعت كتير في حاجات متباعة. ياما المنظر شد عينيك ونسيت إن الأشكال خداعة، وجاي تصدق معنى الدنيا في آخر ساعة. ياما عملت صحاب وفلوس وعملت حاجات أحسن بكتير، قلت على اللي معاك إخوات وديتهم من عمرك مشاوير. فين إخواتك؟ فين الصحبة وفين الناس؟ ولا واحد جنبك. نص صحابك فجأة تكون في الهوا دخان تنفخ فيطير. عشمك غشمك كتر معارفك، سهرك وانت معاهم سايب كام تفصيلة، وفكرة انك ساند ظهرك على حيط دايب. كنت معاهم صادق جدا، فاكر لو هتصون تتصان. ناس ان كنت معاهم حاضر يفتكروك لو تصبح غايب. ياما عملت صحاب وحبايب، ياما في ظهرك قالوا دعايب. كل الناس بتحب الشاطر وهيرموك لو تصبح خايب. لما اموت ولا قلب هيزعل غيرك ياما، كل الناس هتنزل صوري تقول كان واد، وان الموت بينقي الطيب كالمعتاد. وهيسهروا بالليل والدنيا هتمشي طبيعي وهيعدوني. كل اصحابي يقولوا ده كان يتفتلوا بلاد. اللي سهرت معاهم مره في اي مكان وضحكنا شويه هيشغلوا مزيكا لطيفه وكام مشروب ويسفوا عليا. عمره ما صلى كان عربيد، ابليس شغال عند سكرتير. فككوا منه خلاص هنفرفش، باقي الشله راكبه وجايه. زرع وميه في مطلع قبري ودول اصحابي هناك على طول. ضحكوا عليا اصحابي وقالوا دايما جنبك عرض وطول. واللي فهمته مفيش ولا واحد جنبي ساعتها غير افعالي، وان موبايلي ولبسي الغالي واهلي وكل عزيز هيزول. ياما اديتكم فين السد؟ ياما ضحكنا وياما لعبنا وكلنا وليا جميل يترد. فين يا اصحابي كلام القعده وفين العشره وفين الود؟ انده انده زي ما تنده، مش هتلاقي جواب من حد. بسال نفسي مين هيعيط على ايام نسبته ورحته ويجي يزور؟ مين هيحن القبر وتفضل رجله تجيبه لحد السور؟ انهي اصحاب هيقول كان طيب وانهي اصحاب هيقولوا يغور؟ مين هيزور امي في كسرتها ومين هيزيد الكسره كسور؟ لو يا اصحابي فرقتكم بدري وجاني الموت من حيث لا ادري، ابقوا افتكروا الحلو بتاعي وخلوا الطابق في المستور. عجبني ستي قالت بلاش جالك. ازيك يا واد؟ لسه فاكر يا جزمة تطل على ستك وتسأل انت تكبر؟ قوم تخيل والبشر تكبر وتعجن. شفت ايه سوى الزمان؟ والله بهدلني بصحيح. جدك يا واد فاتني ومشي، والدنيا على ستك بتتجل. اسبوعين غايب عليا، مين اعز عليك هناك؟ مش بتيجي تزورني ليه؟ امك اللي معصياك؟ جانا ابوك الصبح بدري وقلت فين وقال لي نايم. لسه بتصلي الفجر ولا طعم النوم لهاك؟ اوعى يا ابن الدنيا تاخدك تنسى روحك ايه ومين، تنسى نفسك تنسى اهلك تنسى كنا في اللحيم. نصحى بدري نصلي فرضه نرضي رب الكون في ارضه، نمسك المصحف ونجرى ننام فنصبح ايه مرتاحين. الزمن يا ضنايا صعب ويا مناس جابلك غوى. كنت زين زنت البنات وبقيت اهو عايشه بدوى. فاكرة جدك يوم ما شافني كنت طالعة وشايلة جرة؟ شافني مرة وهي مرة جابلي مهري وجه هوا. كان زمان الدنيا سهلة، عزالي
كانت حلة وحصيرة ولندا جاز وبور وزير. جاب لي تلفزيون ساعتها، واللي كان بيجيبه وقتها كان وزير. لما ابوك اتجوز امك كنت اول مرة اعرف البتاع دي اللي اسمه نيش. الحياة كانت هادية سهلة عن زمانكو، ومش كتير، كنت دلوعة وجميلة، كانت عينيا خضرة برسيم بس دبلت. العيشة كانت ترفض تهيني، بس لما كبرت جبلت. راسي كانت مرفوعة فوق ولا عمرهاش نزلت لحد، بس ظهرا ما انحنه والعود تنه لقيتها نزلت. مش دايما حلوة ولا دايما مر، هي ساعة تعدي فجأة وتلقى عمرك بيك يمر. اوعى يا ابن الخيط يكر وتلقى ربك وانت حافي، عملك قاعد لك مهما تهرب، شر تزعل خير يسر. توعى جدك، اه يا ستي توعى، كان بيقول لك ايه؟ اوعى حد يهين كرامتك لو هتكسب منه ايه. شيل الناس الجمايل بس ما تشيلهاش، وعينك عمرها ما تنزل لحاجه غير لربك في السجود. لما كبرك يبقى سايجك اعرف انك طين ودود. اوعى يغويك الطريق تنسى اخر مودي فين، اوعى تاكل لحم مسلم بالنميمة او تنسى دين. الزمن ده فيه بلاوي غير زماننا اللي عدى، الزمن ده شكله حلو وطعمه شين، بس زي زمان في جنة برضو زي زمان في نار، وانت تختار تبقى فين. عجبك الله. بيقول انا غلطان وسامحني من فضلك، وديك عينيا ضمان. خلينا نرجع سوا ونبقى تمام ونعيش، من بعد ما سبتك قلب الحزين حيران. وحياة كتاب الله، لو كان مفيش الله ما هقضي ثانية معاه ولا يبقى فيه غفران. خليك بقى معاهم مش عوضوك عني، انا هو خلاص ماشي وارتحت من زني. لا هكلمك ياما ولا هبقى تقل عليك، ويا رب تبقى تمام مبسوط ومتهني. انا ما استاهلش اتساب ولا اكون ضحية حد، لو فاكر ان انا باب فالباب خلاص اتسد. لو سبتني بكيفك يبقى اللي جاي كيفي، في العادة انا حنين بس قاسي وقت الجد. خلص الرصيد يا بعيد ومعادش فيه كفي، استحملك وارضيك وامدلك كفي. يا اخي ده انت اكتر حد انا كنت باقي عليه، وانت الوحيد في الناس حبيت تسيب صفي. خلي الحساب يجمع ويزيد عليك قسوتي، وهيجي وقت اكيد هنراجعه ونصفي. ولحد هذا الوقت اشبع بناس شبهك في الشكل والعلة، قضي اللي جاي كله مع لمة الشلة. اضحك عليا كمان واحكي لهم اني مودان، واكذب وزيد كذبك ردي عليك الا. انا ما استاهلش اتساب على كيفك الطايش، الحب يا ابن الناس مش حرب ولا ذلة. والحزن على الفايت نقصان في عقل ودين، الناس بتنسى الناس وبيفضلوا عايشين. وإن كان على النحنحة والاشتياق والحب، هنحب من تاني وهنقضي أحلى سنين. العشرة مش بتهون غير على اللي ما ترباش، وبناقص العلاقات مع حد ما يصونهاش. بتقول أنا هبعد وإن أنت مش مرتاح، شوف لك ما سوسع هيريحك وخلاص. أنا كنت فاكرك تقيل وضربتك توجع، الضربة جت منك خايبة وعيارك طاش. الله يسامح بقى قلبي اللي خلاني أعشق مرار الشقة وأروح له من تاني. نذر عليا يا ليل ما أحب عمياني، وكفاية قلة أدب وكلام ملوش معنى. أهو ربنا اللي اختار يبعدني عن عقدك، زي ما كان مختار بإرادته يجمعنا. أنا قلت له إني شريك بطل تكون بياع، قام رد قال لي امشي وبلاش صداع وبتاع. في نوع من الاشخاص لو تكرمه يهينك، كيفه انه يتعامل بمعامله الاتباع.
لو عاد معتذرا بيقول انا غلطان وسامحني من فضلك واديك عيني ضمان. خلينا نرجع سوا ونبقى تمام ونعيش من بعد ما سبتك قلبي الحزين حيران. وحياة كتاب الله ما هقضي ثانية معاه ولا يبقى فيه غفران. في العشرينات، اهلا بكم في العشرينات والثلاثينات يا اهالي سن العشرينات والثلاثينات. اليوم هنا يوم مختلف وملوش علاقه باللي فات. مفروض يكون عندك حبيب، مفروض يكون عندك صحاب في السن ده، المفروض يكون عندك حكاوي وذكريات. هم قالوا الفتره دي، امي كانت بتقول اجمل سنين طول الحياه. طب سؤال لا مؤاخذه، يعني هي فين برضه الحياه؟ اصل من يوم عيد ميلادي مش بقول غير يلا عادي، بكره جايز يبقى احلى، يرد بكره يقول لي لا. حروب ودمار وثوره ونار وغل ودولار وايه تاني؟ على حظ الجميل مولود وكل الدنيا بتعاني. كل الدنيا بتحارب في كل الدنيا فوق راسي، ومطلوب مني اكون راجل وواجه كل احزاني. طب ازاي تتولد انسان في مستنقع وتبقى وزير؟ انا بسأل عشان اعرف، مش بسأل عشان تبرير. هات عيل وحطه في بير وقول له يعوم وبص عليه، هيطبش ويتلبش ويغرق تحت مش هيطير. بقيت بصعب على اهلي واهلي بيصعبوا عليا، بقى الواحد يخاف يفرح يلاقي المشكله جايه. انا متشائم انا عارف، لكن لا مؤاخذه ده الحاصل، وضرب في ضرب متواصل ومن كل اللي حواليا. حتى الناس بقت يا اخي ما ترحمش اللي بتطوله، يقولوا انهم جنبك ويعملوا عكس ما يقولوا، ولا يسيبوك تشوف حالك ولا تعيش راضي وفي حالك. ولو واحد سأل مالك بيبقى بس لفضوله. وادي يا سيدي اجمل فتره في حياتك وفي حياتي، وادي يا سيدي مأساتك ومأساتي. بقيت بنام 4 ساعات بالليل واقوم الصبح اروح شغلي واقدم كل خدماتي، ويوم ورا يوم ونوم ورا نوم ولوم ورا لوم، وهو روتين. بقيت كل لما اشوف شكلي بكلمني واقول انا مين؟ انا مين بقى؟ انا انسان مازال بيعيش عشان امه تكون حلوه، عشان كل اللي بيعزوه، ولو عالدنيا وما فيها ما تسواش عنده ضحكة ابوه. انا من جيل جميل طيب لكن الدنيا مش حباه، لكن عنده صحاب حلوين واهل غلابة بيحبوه. بقول لصاحبي في يوم، يا صاحبي احنا ايه جابنا هنا؟ احنا مش قلنا ان بكرة هيبقى خير؟ ما فيهوش شقة، هنشتري العربيتين والفيلتين ونعيش بقى. امرد صاحبي وقال لي سيبني، ظهري شد عليا تاني، وفضلنا ساكتين نفتكر احلام قديمه مشققه. الواقع سيء بس برضه نقول بكره هتحلو، هندوق من الفرح اللي خسرناه ونتمشى معاه ويروق الجو. هنبص على اللي سابونا بعيد مع ناس وحياه ومع قلب جديد، نحمد ربنا على عوضه الحلو ونضحك على الايام السو. بكره هتحلو، الباب اللي اتسد في وشي هرجع اشتري بيته وارضه، الشوك اللي زرعته في قلبي هيجيني اليوم واقطف ورده. مع جميل. بكره هتحلو، بكره هتحلو والله، لا تحلو ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ضيفي وضيفكم النهارده الشاعر المتالق فارس قطريه، برحب بيك. وطبعا ازي حضرتك؟ برحب بيكم معانا في كلام ما بيننا. انت اكيد مش في العشرينات. سمعتك تقبت بقى اختي في ده، سمعتك تقبت. لا ما هي اخرها حلو. ايه بنحاول بقى، انا بحاول والله العظيم على قد ما اقدر. حتى يعني هقول لك على كل سنه وهي طيبه طبعا الاول، ودي حاجه جديده صح؟ دي جديده. ده اصلا ليها، كنت كاتبها ليها اصلا، دي اول مره تقولها على فكره. يا جماعه بس عشان كلام ما بيننا بقى، احنا بادئين دي القصيده دي بتاعتنا عشان تبقوا عارفين بقى. هي كانت كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليكي وهي طيبه.
كانت داخله على 20 سنه وانت حسيت برضو، انت اكيد مش في العشرينات لا بقى هي يا كانت بتقول لي فارس، لا لا كانت مره والله انت العظيم حسيت بجد بيها ازاي قوي كده وحسيت بالجيل قوي كده ما يعني انا عشريناتي بجد انا في منتصف العشرينات ما شاء الله عليك. انا مش ما انا من العمق اللي جوه ومن الكلام الكبير اللي بسمعه مش عارف ايه، حسيت ان انت اكبر مش هقول اصغر. لك هو ناس كتير والله برضه بتقول الكلام ده، بس ده لسبب يعني ان انا من وانا صغير وانا بشتغل، يعني من وانا مثلا رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي، وللعلم مش عشان احنا الحمد لله والدي يعني حد كويس ماديا، بس الفكره كلها ان انا دايما ابويا كان بيعلمني ان هو انت عايز انا هاكلك واشربك، اي متطلبات انت عايزها انت راجل جيبها بنفسك. فالحاجات دي غزت جوايا فكره ان انا اروح اشتغل في كان عندنا معرض عروسه كنت بقف ابيع للناس وانا عندي 4 5 سنين. فالحاجات 4 5 سنين بجد والله العظيم ما هزار والله بجد، اللي سامعين يا هو اولاد؟ انا فاهمه اللي هو اولى حضانه اللي هو اولى ابتدائي فاهمه ازاي، لو انزل اتعامل مع ده. فالحاجات دي كلها ادتني الفاظ كويسه من وانا صغير، فبقيت لابق شويه، كنت في الازهر وكنت حافظ القران، فالقران اداني معاني والفاظ حلوه جدا جدا طبعا. يعني الشاعر انت مش عشان تبقى حاجه في عظيمه في مجال اللغه العربيه الفصحى لازم تكون بتقرا قران دايما. يعني صح. اشتغلت بقى في كام حاجه واتعاملت مع ناس وحشه وناس حلوه وخسرت حاجات كتير قوي وكسبت حاجات كتير قوي، وسعيد على فكره برحله حياتي كلها، وكل حاجه انا حصلت لي في حياتي ممتن ليها بجد، يعني ما شاء لانها الله. وصلتني لحاجه لواحد انا اعتقد ان انا راضي عنه، وبس وبشتغل اكتر ان هو يكون احسن يعني. بس الكلام الجميل ده، انا نفسي والله كل الشباب اللي بيتفرجوا علينا فعلا يبداوا حياتهم من بدري علشان ما يبقوش عايشين في بابل. اصل الاهالي بتعمل غلطه والعالم كبيره بيتغير على فكره، كبيره قوي اليومين العالم دول. بيتغير جدا جدا جدا، ولو انت مش بني ادم صاحي وبني ادم بتعرف تطور من نفسك ازاي وبني ادم، اصل اقول لك على حاجه يعني انا اسف على اللفظ، الناس فاهمه فكره يعني انا يعني فكره عارفه انت الروشنه، مش دي الروشنه ولا دي الصياعه، الصياعه ان انت تبقى بني ادم حلو مع ربنا قريب من ربنا، بني ادم بتشتغل، بني ادم مركز في دراستك، بني ادم حقيقي مفيد للمجتمع، دي الصياعه. مش الصياعه انك تعمل مش ان انت تبقى بتعمل كل الحاجات دي كلها مع بعض وانت في حياتك جميله، دي انا بسميها هي دي المفروض تبقى الصياعه. لكن قصه بقى يعني الحاجات اللي بتحصل والشباب والشرب الحاجات اللي مالهاش لازمه والكلام ده كله، ده هم فاهمين واخدين الحته دي في حته غلط، ومش مش هيفوقوا. دايما بتلاقي الشخص اللي مش فايق او مش مستوعب قدام بيستوعب. يعني انا بقول لنفسي دايما ليه انا ما دخلتش كليه احسن مع انها عدت، بقول ليه انا ما ذاكرتش في ثالثه ثانوي اكتر ودخلت كليه احسن، ليه ما عملتش كذا كذا عشان ابقى احسن بس قدام. فانت خد بالك من الاساسيات على الاقل عشان يبقى عندك امكانيات، اصل الفرصه كده كده جايه ده للشباب، الفرصه كده كده بتيجي. انا كنت لا اسوى اي حاجه لغايه رابع جامعه، وانا في رابع جامعه بطلع من باب الجامعه وبقول انا هعمل ايه في حياتي، بقيت شاعر مشهور. بس انا كنت مستعد، بس انت اكتشفت الموهبه بدري. بدري وكنت بكتب وما كانش في دماغي على فكره خالص قصه، يعني ما كنتش متخيل في حياتي انا ممكن ابقى قاعد قدام حضرتك النهارده عمال نرغي في تاريخي مثلا. ده شرف لي، ربنا يخليك، ده شرف لي انا. فللشباب كن مستعد للفرصه، لان انت لو الفرصه جت وانت مش مستعد لان حاجه فرص، فلو انت مش مستعد هتضيع ومش هتكسب اي حاجه وتفضل واقف مكانك بس، ومحدش هيشفق عليك، محدش بيشفق على حد. صحيح. لو انت مش اشتغلت وكنت ديب هتبهدل بس. والحلو ان انت بقى كمان بتعمل شغلك بطريقه كمان مختلفه ومتطور، بتطور طول الوقت. ما هو ده انا وحاجتك بتطلع ترند لان انت حاسس قوي باحساس الشباب واحاسس بفئات عمريه كتيره، فدي حاجه جميله. ومعانا فرقه بقى كمان النهارده، يعني موضوع المزيكا مع الشعر ده جديد صح؟ لا مش هو جديد على يعني مش انا اول ما ابتكرته. ايوه فاهمه، بس هو يعني من على تاريخ الشعر طبعا جديد. طب الشعر عرفنا كان بقى عشان نحييهم الاستاذ كورولوس اخويا الصغير دكتور هبه، اهلا وسهلا يا اهلا الاستاذ يا مصطفى. انتوا مخليني اعيط انتوا كمان، لا دول يعني انتوا دول بتشتغلوا اخواتنا، عليا انتوا متجمعين. وللعلم علاقتنا ببعض مش شغل برضو، صداقه، بنحب نخرج نلعب مزيكا مع بعض. كنا عاملين دوشه عندك بره في لما كنا في المكان اللي احنا كنا متجمعين فيه ده احلى دوشه. ربنا يخليك ربنا. فالمود حلو، وطول ما الناس بتحب طبعا بعض وطول ما البني ادم بيعمل حاجه بحب والله العظيم ايا كانت ايه هي بتلاقيه بيبدع فيها بالظبط. بس طيب محضرين ايه؟ علشان انا حاسه ان انا بدات اتوتر تاني. تعالي ماشي، لازم بقى نخلي البساط احمدي كده نقول ايه الموجود. خلي البساط احمدي يقول اللي انت عايزه.
نقول مثلا ايه؟ بكرة هتحلو ولا بكرة هتحلو؟ ماشي نقول بكرة هتحلو. اوكي دي اللي فيها الحتة بتاعت الباب اللي تسد في وشي، خدتها منها بقى وحطيتها ورا. اسمها القصيدة بتقولي كده بقى؟ ها، هيجيلي اللي يقدر قلبي وده ثقة في الله مش في الأشخاص، علشان أنا لما بحب بصور وبكون موجود مش صوت وخلاص، بتعامل باللي يريحني وبيرضي ضميري ومش فارق إذا كنت بعامل ناس حلوين أو خلق رخاص. ربنا رحمن وأنا مش زعلان على حلو اديته وما تمرش، رغم إني خسرت كتير يعني، بس برضو الخير ما يخسرش. هنقابل يوم خلق شبهنا وهنلقى نصيبنا بيندهنا، وهنفرح ونشوف الدنيا مرة من النفس ما تكسرش. على قد ما كنت بقدر ناس، على قد ما كانوا بيرموني وبفكر فيهم بالأيام وتدور أيام وبينسوني. الواحد كان يزرع وردة في قلوب ما تحبش زرع الورد، في قلوب من برد نموت ترضي، لا هيرضوا ولا هيحبوني. بس الإنجاز اللي في عمري إن أنا عمري ما كسرتش حد، ما جرحتش خاطر ولا إنسان، إن أنا وزعت أفراح للناس وأنا قلبي في عرض الفرحة جعان، إني استحملت كتير وصبرت ما خدتش حقي من الجارح، وأنا قادر أجيب حقي مسامح، وأنا عندي إيمان إن اللي الصبر هلك حاله هيلاقي الأفراح جياله. فأنا مش زعلان. في ناس في الدنيا نصيبها تعيش ترضي المجاريح، تتمشى مع اللي الناس تأذيه وتهدي عليه الأيام والريح، ويناموا الليل هم يعانوا من الوحدة ومن تفاصيل تانية، يضحكوا للناس يضحكوا على الناس من بره لطاف والقلب أبيح، ويقين بالله بكرة هتحلو. هندوق من الفرح اللي خسرناه ونتمشى معاه ويروق الجو، هنبص على اللي سابونا بعيد مع ناس وحياة ومع قلب جديد، نحمد ربنا على عوضه الحلو ونضحك على أيام السوء. بكرة هتحلو. الباب اللي تسد في وشي هرجع أشتري بيته وأرضه، الشوك اللي زرعته في قلبي هيجيني اليوم وقته في ورده، أنا حد الله بيني وبالناس حسسه روحي بنقصان ما فيهاش، والناقص صعب يكون له علاج وعلاجه حرمانه وطرده. بزيادة الحزن اللي معشش، بزيادة الحلو اللي ممشش، بزيادة سنين بتضيع مع ناس ولا تتعاشر ولا تتحسش. الواحد بس ما كانش يهون على روحه يسيب من غير فرصة، ودينا 4 مليار فرصة وسنين غفران ما بتتعدش، عشمان في الجاي يكون فرحة، فرحة أحسن والله يعوضنا وننساهم عن الناس طلعوا فينا الغلطة، والغلطة إن إحنا عرفناهم. والله بجد بجد في ناس مظاليم وعشان ساكتين بنوا الظلمة، وفي ناس كرهونا بجد صحيح وقلوبنا صحيح كانت حباهم. بكره هتحلو. عجب والنبي لا تحلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بقول كل يوم الصبح بقول بصحى كده من النوم اقنع نفسي ان انا اقوم واتعامل مع الحياه وبكره هتحلو فارس. والله هتحلو باذن الله وهتبقى زي الفل. قول لي بتنبسط بقى لما بيقولوا عليك ان انت بتعمل حاجات بتضرب ترند، ولا انت مش عايز تبقى ترند، ولا انت بتبقى قاصد تبقى ترند، ولا ايه حكايتك؟ هقول لك على حاجه، ما 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 اصل قصدي انا ابقى ترند ده مش يعني انا فهتوجع فابقى ترند، لا هو الموضوع كله ان انا بتكلم باللي جوايا. والعلم بالشيء انا والله العظيم حتى الان لا بحسب حساب ان انا حد يعني ممكن يكون شخصيه عامه، غير ان هي زورت عليها بعض القيود ان انا حتى لو انا عندي حاجات وحشه بقتش مبينها، بينها في البيت يعني. لان انا بشوف ان لو حد اقتدى بيا في حاجه غلط انا بشيل ذنبه. فالموضوع بقى عامل لود عليا ان انا اخد بالي قوي 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 من تصرفاتي وانا بره يعني، ممكن مش يعني ايه احاول على قد ما اقدر ان انا اكون انسان قدوه في حتتي، لان انا في ناس بتسمعني وممكن يكون في ناس بتقتدي بيا، لان انا في وقت من الاوقات كنت بقتدي بحد معين وكان اللي هو بيعمله انا كنت بعمله،
فمش عايز انا لما 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 يكون في انا حاجه غلط فجاه فالناس تقلدني فتضر. بس هي دي الزياده في موضوع الشهره. لكن فكره بقى ان انا مبسوط والله انا بفرهد يعني. انا جاي لكم النهارده والله عشان خاطر يعني ايه البيس اخرج، فاهمه ازاي؟ لكن هو ملوش علاقه خالص بان انا بحب الشهره. مش من الناس اللي بتحب الاضواء وبتسعى ان هي تبقى اضواء. حاجه مش كويسه، حاجه بجد مش كويسه ان انت بتضطري يعني مثلا تعملي حاجات او تقعدي في مكان. مثلا ممكن اروح اقعد في كافيه مثلا مع ناس صحابي، الاقي الناس مش يعني ايه بتهجم عليا تضايق صحابي. انا تمام، انا بحب كده كده الناس. ف بتقيدك شويه بس. ده اللي زياد يعني. وعليك مسؤوليه كبيره طبعا، واخد بالك منها كويس طبعا قوي. وده ربنا يعني. ربنا اداني الموضوع ده، اداني حب الناس، اداني قدر من الشعبيه المعينه دي. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا استغلها صح، استغلها عشان ارضيه بس. جميل. كنت عايز تسمعنا حاجه رساء؟ انا سمعك رساء. ماشي حبايب تحت الارض، نور حبايب تحت الارض. ماشي تمام. سبحان الله، هما الحلوين، بس الحلوين اللي بيتكلوا على الله اوام، بيلموا عزالهم من بدري ويجروا على الاخره ما يرموا سلام، بيسيبوا الواحد في الدنيا يتمنى يسيبها ويلحقهم، وبيسرح يتخيل ويقول بوجودهم كانت حلوه الايام. الناس السهله اللي تريح بتريح بدري وبتغادر، والناس الوحشه المؤذيه موتهم بيكون صعب ونادر. في حاجات بتروح منك تقتل وتبوخ ايامك في عينيك، تتمنى تشوفهم لو لحظه من تاني وما بتبقاش قادر. لو كنت عرفت ساعتها بجد انها هتكون اخر مره، كنت استنيت جنبك ما مشيتش وسبتك من بره لبره. كنت هوريك ازاي قلبي بيحب وجودك، وكلامك كان اخر حضن هيبقى طويل مش زي الباقيين بالمره. كان كل كلامي هيتبدل وهيبقى دموع رافضه تسلم، كان يبقى في نفسي اسمع صوتك وملامحك وانت بتتكلم. كنت اخد صورة معاك تذكار واقول لك خيرك مش هين، وان انت صحيح كنت حنين وفراقك صعب وهيعلم. كان لازم اكون موجود اكتر واعيش وياك اوقات اكتر، وتحس ان فضلك بكبر، بس انا كنت غشيم بستكبر وبقول جنبي في كلام كان لازم اقوله كتير بس ما قلتوش، فهشيل ذنبي. الناس بيقولوا عليك مرتاح واني هقابلك، طب ليه انا مرتحتش قبلك؟ مشتاق لزعيقك ومشاكلك حتى الجدالات. ازاي بيقولوا عليك ميت وانا ارد واقول لا عمره ما مات؟ سيرتك انتيجي بتبقى بخير، وان انت اصيل وحبيب الكل، كان حد جميل بنروح له يشيله بقلب حنين زي الفل. لو اذكر اسمك وسط الناس بكرم من اجلك واتقدر، ويقولوا ده من ريحه الغاليين اللي ما شفناش زيها تاني، رغم انك مت خلاص يعني. الناس على سيرتك حباني، بس احنا ما بنحسش حاجة غير لما بنخسرها يا طيب ننساها، ولما تروح منا بنقول والنبي ترجع طيب. معاتيه في القرب بنتغابه ونسيب اشياء مش متسابة، انا بدعي وكل يقين بالله ان احنا نشوف بعض قريب. يا كسرنا يا موت رغم انك حق، وكاس هندوق وهيجيلنا، نفضل عايشين من غير احباب والواقع صعب بيقتلنا. على كل صينيه اكل عزيز ما بقاش موجود وسط اللمه، وهدوم وصور وتفاصيلهم من حزن لحزن بتنقلنا. عملينا حبايب تحت الارض، يا رب تكون الارض سلام، وحشتنا معاهم فرحتنا ولمتنا وحشتنا الايام. الشوكه اتكسرت بغيابهم والدنيا تقيلة على الواحد، اتسرسبوا واحد ورا واحد ما سابوش غير دمعة اكتمها وانام. فيا رب ارحم، يا رب ربنا يرحم كل الاموات يا رب. الله كل الاموات الغاليين وكل اموات المسلمين وغير المسلمين يا رب. امين يا رب العالمين. عمالين يقولوا لي في الكنترول امي
امي لا مش ممكن امي برضو حاضر من الصبح تمام مفيش مشكله. هقول لك حاجه كمان، يعني دي اسمها انا ابن امي بقى مش امي، في قصيده اسمها امي وقصيده اسمها انا ابن امي. هقول لك انا ابن امي ماشي. ماشي لو شفت حلو في دنيتي فالحلو كله بدعوتك، لو ليا طولة بال اعيش فعشان انور ضحكتك، والله ولا تسوى الحياة لو هصحى يوم ما انتيش هنا وتعيش يما وعيش انول شرف اني اخدم جسمتك. انا ياما ناس فارقوني يما وكنت وحدك عزوتي، وما كانش حد يشيل همومي ويجري يمسح دمعتي، ما لقيتش غيرك في الحياة بيديني حنية وأمان. أنا أمي مجموعة بشر، سندي وحبيبتي وصاحبتي، لو هحكي عنك أقول بفخر بفخر أنا ابن أمي ومنها، ما أكبرش أبدا على القمر وأكبر على الناس كلها، أنا وطي على إيدك وأبص أعلى وأزيد قيمة ومقام، وتشوفني كل الناس كبير وافضل صغير عندها، تطبخ لي اكله ما احبهاش وفي كل مره بتتصدم ازاي واد ما تحبهاش، طب دوق اكيد هتحبها، عن كل مره اسهر واغيب ما تنامش غير وانا في المكان، عن احلى واحده في كل شيء والبركه في البيت والزمان، ما احكيش لحد ولا تكشف ولا سر يطلع غير لها، وبحبها وبقول لها ان انت وسط الخوف امان. سالوني عن مين ادبك قلت لهم امي وصبرها، طب مين سبب انك تمام قلت لهم امي وقربها، طب مين معاك وقت المحن ولا يوم يسيبك مهما صار قلت لهم امي في وسط ليلي كانت بتخلق لي النهار، يا له يما على الزمن لو كنت مش موجوده فيه، ويدوم عليكي ضحكتك وحنانك اللي انا بقوى بيه، تتضايقي من سهري وحياتي وتروحي تشكيني لخالاتي وتكلميهم بالساعات عن وصفة البيض والبانيه وتعيشي حلوة وتفرحي، يا قلب كل ما اشيل هموم كان يجي ويشيل مطرحي، مين اللي علمنا بقى طيب ولا سامح في الأذى، من كان يقول لا على يا واد وبلاش معنده ونرفزه، من كان بيفرح لما حقق أي إنجاز لو بسيط ويداري عنك وام مصايب والخناق في المدرسة، فتحت عيني يا نن عيني وانت حن الناس عليا، انا امي كانت بتغيب تغيب وتجيب سعادة وهي جاية، لو هوصف امي في كلمتين وانا عارف ان ده مش كفاية فهقول لكم الست دي عمرها عمرها ما سابت ايديا وعجبني. ربنا يخلي كل الأمهات يا رب يا رب يا رب يخليهم لينا ونعيش دايما كده بحسهم كده في الدنيا. قلت ان انت غنيت للام وللاخ وللاخت وللجده، قلت شعر للام عشان القصائد صغيره زي المزيكا فعلا، قلت شعر انه غنيت لكل دول وانت حاسس بيهم كل واحد، ما كل واحد في الحته بتاعته التفصيله بتاعته، يعني كتبت في الاخ في الحته بتاعته حلاوه ان يكون عندك اخ. انا بشوف ناس بتتخان، انا بجد الحاجات دي كاتبها لسبب واحد، ان الناس مش بدات مش ما بقتش عارفه قيمه العيله، ما بقتش عارفه ان الاخ ده حاجه عظيمه جدا كبيره، ده نسخه عارفه الكوبي نسخه ثانيه منك، هو اللي المفروض يبقى معاك وهو اللي بيعينك على هموم الحياه، وربنا قال سنشد عضدك باخيك، فاهم يعني الاخ ده حاجه عظيمه جدا، والاخت نفس الفكره في الحته بتاعتها في الـ في الـ في الـ في الـ كبنت بقى الـ الـ البنات في حياه الاخ الام الاب كل دول الناس ما بقتش مهتمه قوي بالقيم الاسريه دي، مع انها هي اساس اي مجتمع في الدنيا. احنا اصلا بيفرق مجتمعنا العربي الاصيل الشرقي ان احنا عندنا قيم العيله والمبادئ والحاجات دي كلها عن الغرب، هناك ما عندهمش الكلام ده، صح فاهمه ازاي؟ احنا عندنا الحاجات دي هي اللي بتميزنا وهي دي هويتنا العربيه وهي دي هويتنا الاسلاميه العيله، مش موجوده معانا، مش موجوده عند الغرب، واحنا هنا بدانا ننساها، فعايزين نشد الناس تانية لا يا جماعه في حاجات حلوه هنا بس. طب هسالك سؤال يا فارس،
انت بتكتب باحساس البنات ازاي؟ اه السؤال ده برضه سالت كتير قبل كده، سالت القصه دي قبل كده. انا بس بق 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 لو موقف اثر فيا بكتب عنه. يعني لو مثلا انا سمعت من حد او شفت حاجه وحد اتظلم سواء ولد او بنت، انا بحط نفسي مكان الشخص. ما الفرق بيننا وبين بين الستات هو بس ان الستات ايموشنال اكتر، يعني مشاعرهم جياشه اكتر. وعلى فكره انا بحترم جدا 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 الستات. يعني امي بتخليني وانا بتعامل مع الست احترم الست، لان عارف ان امي تعبت قد ايه وكان ليها دور عامل ازاي في حياتي، فعارف ان الست ليها دور في المجتمع. فبرضه بكتب في الستات لما يكون حاجه ايه يعني تكون اثرت فيا جامد. يعني يا عيني شايلين كتير والله. لما بيتجرحوا بيتجرحوا قوي بالجامد. طب ما احنا بنتجرح برضه. طب ما الراجل الرجاله بيتجرحوا برضه، مش بس الستات بتعيط، في بنات عوروا الرجاله كتير. ايوه دي قصيده اسمها ليلى. مش بس الستات بتعيط، في بنات عوروا الرجاله كتير. ماشي كفايه كفايه، هو كفايه الكوبليه ده من القصيده. قصيده كده كنت بتكلم فيها برضو عن كنت قاعد مع في برنامج كده يعني، وكانت الشخص اللي معايا جاي قوي على الراجل. فقلت لها مش بس، يعني قلت القصيده اسمها ليلى، قلت لها مش بس الستات بتعيط، في بنات عوروا الرجاله كتير، وان كان على الحلو اللي ما بينا فمش عارف ايه كده، حاجات كده يعني. مش فاكر الابيات بالظبط، لازم اجيب القصيده. ما قلناش حاجه، ما الرجاله كمان برضو بتتجرح وكل حاجه. بس الست جرحها بيبقى اعمق علشان هي مين قال؟ بالعكس حساسه. بالعكس ما هي حساسه، بس جرح الست بتتعافى منه بسرعه يعني. انما جرح الراجل، لو انت لو راجل اتوجع في كرامته، انا عارف بقول لك ايه بقى، لو راجل ست هنته، مش هنته بمعنى نشط قيمته يعني، هنته اللي هي حسسته ان هو مش كافي مثلا بالنسبه لها، مش كافي بالنسبه لها، ده بقى وجعه ضربي في 60 بقى بالنسبه للست بجد مش هزار. لان الراجل لما بيتكسر في الحته دي او لما بيحس بالجرح ده ما بيعرفش يتعافى منه بسهوله، ما عندوش بقى اوبشن تاني ان هو يروح بقى يتعافى مع حد، يرتبط بحد تاني ولا يشوف اي علاقه تانيه، بيفضل جواه الحته دي، هي سابتني ليه؟ الست ما بتسالش نفسها السؤال ده، احنا بنسال نفسنا، لان احنا عندنا الايجو شويه بتاع الرجاله عالي، فلما بيتكسر الايجو ده بيبهدل الدنيا، بيزروط الدنيا. بس طب عايز تقول حاجه للرجاله لما بتتجرح ولا للبنات لما بتتجرح؟ للبنات لما بتتجرح ولا للرجاله لما بتتجرح؟ ماشي خلينا نقول للبنات بقى، بما ان احنا في برنامج نساء حضرتك يعني ست. فعشان ما نقولش على فكره انا مع الحق، انا دايما في كلام ما بيننا. هقول لك ليلى القصيده اللي انا لسه قايلها دي. يلا ايه رايك؟ هي عن الراجل بقى، بس يعني ايه، فاهمه ازاي؟ حاجه كده يعني. بتقول لك ايه؟ يلا بينا. اللي ما يعرفش عيون ليلى يجهل انا ليه حبيت ليلى، يجهل ازاي راجل ليه كيان يقلب غلبان قدام ليلى، ما يحسش نارك بنت الايه غير اللي اتكوى ومسكت ايديه، لكن بين صبح وبين ليلى مشيت ليلى، على العهد ما بين قلبي وقلبك سبتيني ما سبتيش مش موضوع، من امتى الحب بيدي ضمان ويريح حد ان كان موجوع، على العهد ما بين قلبي وقلبك سبتيني وسبتك مش موضوع، من امتى الحب بيدي ضمان ويريح حد ان كان موجوع، يا قناص عينيكي ولا تراعي عيل غلبان ولا طفل لطيف، وايديك اللي استحلت تذبح تعمل عملتها خفيف في خفيف، انا لافف قبلك خلق كتير وعيني عصير كوكتيل ستات، واللي ما شفتوش عمري في واحده انها تذبح والداوي نزيف، طب لما قتلتيني يا حلوه ليه ما قطعتيش زوري كويس، سميتي عليا ووديتي جسمي المبتور حد القبلة، كان لسه لساني بيتشاهد وبشاهد ايدك والدبلة، تمتمتي كلام عن اني جميل والعيب في نصيبك ونصيبي، وسحبت ايديك بسرعة عشان تخلص على طول، وما متش من نصل فراقك بس من وقتها عايش مسطول، خلينا نقول ان الخايب الماسك في هواك الدايب اللي خدعتيه بغشك في اللعب ورحتي عليه وقلتي له اختار، وعشان ما يخسركيش الواد قام ضحى الواد شد الشايب، ولا كان على البال ولا على الخاطر هيجيلك يوم تكسري خاطر
وتشوفي خسارته عشانك ضعف وتمشي عشان ما بقاش شاطر. العيب مش انك تدي وعود من غير تنفيذ وبدون نية، العيب انك تمشي بقلبك ومازال جسمك جنبي وحاضر. الله الشاهد ان انا بديتك عن اشياء اجمل بكتير، وعملت حاجات لو مع غيرك عمرها ما تصير. شفتيني مجرد وقت لطيف وحسبت مصير، وقلعت همومي على عتابك. الله الشاهد ان انا ما مشيتش في طريق هيكون اخره غيابك. خلينا نشوف مين الغلطان، مين اللي اتساب، مين اللي استنى ومين خاين، مين الكذاب. انا عارف ان احنا بنطلع وحشين دايما، طب تعرفي ليه؟ علشان مش صعب ان الراجل يحكي عن الست اللي تسيبه ورجولته بتنقح على قلبه ويخاف للناس تيجي تعيبه، فيألف هو قصص وافلام عن انه السايب والغايب وانها هتموت وارجع يا ولاد. وعينيه بتكدب ألاعيبه. مش بس الستات بتعيط، في بنات عوروا رجالة كتير، بس كان الفرق في ان احنا ما نحبش نحكي عن الفواتير. ندفع أتمان أوجاع تقتل، ونقوم الصبح ونشرب شاي. القاع عندنا عيبة ما تتقلش، فنبان في القصة احنا الدبابير. على أي حال الله يحنن، الله يحنن ومسامح في الحق وراضي. أيام وشهور وشعور وحياة وعيال أساميهم على الفاضي. ضيعنا سنين وكتير فما جاتش في دي. أنا رديت بس لما غلطتي، وزمان عديت لك حزن كتير فهعدي كمان المرة دي. يا خبر، دي بقى عن جرح الراجل بقى. مش معقولة الرجالة بتحس قوي كده. طبعا واكتر، والله العظيم انتوا بس اكتر، يعني الستات دايما بتتكلم عن وجعها اكتر. احنا عندنا لو تبقوا كاتمين يعني ايه؟ لا احنا عندنا عيبة. عيب انك تتكلم في حاجة زي كده. يعني انا بالنسبة لي ان واحدة تجرحك وانت تقول واحدة جرحتك، يا لا بتنشف ايه؟ عندنا ما ينفعش، فمش بنقول كتير. فطالما مش بنقول كتير ما بنسيرش الجدل كتير، فاهمة ازاي؟ لكن بجرح وبيقول ده مجروح وبيقول ده مجروح والدنيا كلها ما مجريح يعني. طب طمنتني. لا الدنيا تمام، كل واحد عنده القصة بتاعته. بس دي حقيقة. طب البنات بقى فيش حاجة عليهم؟ البنات انت على فكرة استنزفتيني النهاردة والله. انا مش قادر اقول. انا اسفة. ماشي نقول ان بعضنا عظيم. تقول لك ايه بقى؟ هو بيقول لها ايه؟ خلاص خلصت وهتعديني بالايام، وتستاهلي اكيد احسن، وهتلاقي اللي يستاهلك. ما حبتكيش، ما حستكيش، ولا انتي شكل تفكيري، ولا تفكيري كان شكلك. زمان قلت اني حبيتك ولو قربتي مش هاكلك، وعدى الوقت خلاني احسك تاني شيء عادي. يجوز تشافي حد لطيف لكن مش ام لولادي، ومش عيبك ولا غلطك لكن قفلت وملهاش حل. هترضي تعيشي مع واحد بقلب وقلبه منك مل؟ وحتى لو انتي قبلاها وهتعديها علشاني، فانا عمري ما هقبلها واعيش مع واحدة ليه بتتزل. ما جربتك وقربتك ودربتك على طباعي، لقيتك سهلة مش ناشفة وعملتك دبلة في صباعي. واحنا يا حلوة نتكيف من اللي انتوه ما نوصلهاش، حاجات ما نروح لهاش جملة لو اشتريناها قطاعي. ساعتها عينيها عندتها وكتمتها وصوتها اتهز، قالت له ان كان في بينا وصال وبقي على اللي كان بينا. في اخر حاجه في وصالي كلامك ده كسرهالي، يجوز كان ممكن ابقى عليك وزعلي طول شويه وقت، يجوز كان ممكن اشتاق لك واشوف الحلو وانت اسأت. لو انت كذبت في كلامك وانا من حبي فيك صدقت، فصدقني انت شيء خلصان وانا من اللحظه دي نسيتك. لو انت شفتني سهلة ومتاحة ومنفعكش حياة، فواحد برضو يشبه لك محبش عمري يبقى معاه. نجور الرخيص يرخص وحتى ان سعره كان غالي، مش انت البيت ولا الفرحة ولا الجاي اللي بستناه. طلعت عبيطة كالعادة وعارفة عيوبي ومشاكلي،
بتعلق بسرعة بناس لا هم طباعي ولا شكلي، بس بسامح حد ما بقدر عشان اما امشي ما استناش، وقلبي كل ما بسامحك يقول لي بلاش هتتاكلي، واجازف تاني بشعوري وبرمي الزهر واستنى واقول نارك مسيرها تروح واشوف من بعدها الجنة، وتارد طبعي فيك ألا، ومهما عملت طبعك وحكمة ربك ان توجع لكنها خير، بتاخد شر الناس عنا. ومش هحكي في كلام عدى اقولك اني مظلومة، واني مهما كنت اديك بنفخ قربة مخرومة. يا سيدي خلاص خلاص، فاكرني يعني هتشحتف وعيط يوم عليك انت؟ ده انا الكحل اللي في عينيا يجيب سعرك وحبة كمان. عجب وانا لخبطت فيها شوية بس شغال يعني. تمام. الله، جميلة جميلة. ما قلتهاش من زمان بس كده رجعت للبنت حقها بعد أنا بقولك ما باعها شويه كده وشويه كده. ودي قصه على فكره انا سمعتها من حد واثرت فيا يعني، فكتبت عنها برضه فعلا. ده بجد. وخد بالك اي قصيده ناجحه الناس سمعت عنها، انا يعني انا جربت عملت جرد كده لقيتها فعلا من موقف حقيقي، غير الحاجات اللي انا بكتبها لمجرد ان انا لازم اكتبها. في حاجات انا بكتبها لمجرد ان انا لازم اكتبها، يعني مشاعر انا ما كتبتش فيها قبل كده فاحب ان انا اكتب فيها، فابدا ان انا ادور على الموضوع ده، ما بيبقاش قوي ويوصل للناس زي الحاجات اللي انا وحسيتها فكتبتها. تجربة صح. حقيقية. ده حقيقي. كتبت حاجة عظيمة عظيمة عن فلسطين. طبعا طبعا يعني وطبعا باين قوي 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 ان هي من قلب القلب يعني، ومن قلبنا كلنا طبعا بنهديها لفلسطين. حاجة حاجة بجد والله العظيم. انا فضلت مثلا يعني شهر مش عارف يعني مش عارف اتعايش مع اللي بيحصل بجد والله العظيم يعني. فقلت بقى في الاخر قلت لا يعني انا شغال ايه وبعرف اعمل ايه؟ الشعر. وربنا مديني قدر من الجماهيريه يعني. فقررت ان انا اكتب حاجه واثنين وثلاثه واربعه، انا كاتب اربع حاجات لغايه دلوقتي الفلسطين، والخمسه والسادسه بتظبطوا. فعلى قد ما اقدر بحاول ان انا يعني تمشي يعني، ان انا استغل الحته دي في ان انا اعمل اي حاجه يعني. بس فارس احنا بنشكرك، وبنشكر طبعا الفرقه الجميله اللي معانا النهارده، نورتنا واسعدتنا بوجودك معانا. بس انت فاكر ان انا هختم كده واسيبك عادي؟ لازم نختم يكون ختامه مسك زي ما بيقولوا بالطريقه دي. اوكي. فخلينا نشكر الفرقه الاول. تمام. كرولوس، الدكتور هبه، استاذ مصطفى. ميرسي جدا. استاذ كرولوس برضه عشان خاطر اشمعنى انت يعني. ميرسي. ربنا يخليك. ماشي ماشي، يلا بينا. فلسطين بتقول ايه بقى؟ أيتها الأمة، نحن هنا ونقاتل لله وللدين، من أرض الحرب نحييكم ونقول لكم نحن فلسطين، إن عشنا فنعيش كراما، إن متنا فنموت عظاما، ونقاوم لسنا أصناما، أهلا بالموت إن جاء الحين. تتخيل كده تصحى من النوم على صوت النشرة وعلى الأخبار بتقول الأمم المتحدة تعلن وقف لإطلاق النار، قد نجحت قوات الأقصى بدخول مدينة تل أبيب، والأمن يعود إلى غزة من دون حصار. تتخيل كده نفسك رايح بتزور القدس بدون فيزا، ويجيلك يوم تفرح وتقول أهل فلسطين أصبحوا أحرار. الأم اللي ابنها راح منها في عز شبابه تاخد طرها، والبنت اللي أبوها استشهد قدام عينها تبرد نارها، والطفل اللي تيتم بدري من امه ومن ابوه يكبر في سلام، والناس اللي اتطردت ترجع من الغربه عشان تفتح دارها. الموت مش سهل على الانسان، بس ايه الانسان من غير ارضه؟ اللي بيسمع عن ضرب النار غير اللي يشوفه اكيد برضه. الناس دي بتمشي على الصواريخ مش على الاسفلت، وخد بالك اشرف موته موتت واحد واقف بيدافع عن عرضه. أنا بسأل نفسي بجد ساعات وكتير، حلوة فلسطين زي الصورة؟
القبة الذهبية العالية اللي بشوفها كتير دي، المشهورة، الشال الابيض في اسود ده اللي الناس كلها دايما لابساه، ازاي بيحاربوا هناك رشاش رشاش بعصاية قديمة ومكسورة، نازلين من بطن امنا بنقول القدس عاصمة فلسطين، الواحد طالع بالفطرة بيجد من الناس التانيين. يا اخي ناس ولا فيها شعور بجنيه ولا ليها قبول عندك حتى، ومحدش اصلا بيطيقهم، حبة خرفان قاعدين نايمين، بأمارة ايه جيش لا يقهر، ستاتكم ماسكة سلاحكم ياض، عدلي كم راجل في كتبتك وما تحسبش عساكرك افراد، والله ما فيكم رجال تنزل وتحارب وش الوش، واخركم طيارتين عاليين تضرب وتطير قبل ما تتصاد. ايتها الامة نحن هنا ونقاتل لله وللدين، من ارض الحرب نحييكم ونقول لكم نحن فلسطين، ان عشنا فنعيش كراما، ان متنا فنموت عظاما، ونقاوم لسنا اصناما، اهلا بالموت ان جاء الحين.